برعاية سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد السويسري، وبحضور الأمير فيصل بن محمد والأمير فهد بن منصور والأمير سلمان بن منصور وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء المجموعة العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، قامت بعثة المملكة العربية السعودية بجنيف احتفالا بمناسبة حلول عيد رمضان. برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، أقيم اليوم في مقر بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة حفل بمناسبة عيد الفطر المبارك. حضره عدد كبير من الدبلوماسيين ورؤساء البعثات في العالم العربي والإسلامي، وبهذه المناسبة أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين يحفظه الله، ولكافة أفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه المناسبة. أسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى بلادنا بالخير واليمن والبركات. جو دبلوماسي عائلي جمع بين السفراء العرب ونظرائهم من بعض الدول الإسلامية في بعثة المملكة العربية السعودية بجنيف التي تعتبر بيت الدبلوماسية العربية. تميز اللقاء بمتانة العلاقات العربية، وأكد قيادة وريادة المملكة العربية السعودية للدبلوماسية العربية والإسلامية في جنيف. عيد سعيد للأمة العربية والإسلامية ومنطقتنا في منطقة الخليج والأمة العربية. أشكر سعادة السفير المملكة العربية السعودية في بيرن وسعادة السفير المملكة العربية السعودية مندوب الدائم في جنيف على استضافة في مبنى السفارة السعودية والمندوبية الدائمة. هذه عاداتنا وتقاليدنا، أشكرهم جزيل الشكر على هذه اليوم، يعني اشعرونا بجو بالفعل كأن في 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 الخليج او في الامارات. الاحتفال اليوم وهو احتفال بالعيد عيد الفطر في بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور عدد من السفراء العرب في هذه المناسبة العزيزة، حقيقة اشعرتنا بدفء الود والمحبة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دولنا جميعا، والصوت الخليجي حاضر، وبالتالي كانت حقيقة احتفالية طيبة حضرها العديد من الزملاء هنا، وكانت فرصة أيضا أن نؤدي صلاة العيد الفطر جميعا في هذا المكان الطيب. الجالية السعودية والمبتعثين بسويسرا شاركوا في احتفالية عيد الفطر المبارك، حيث يحرص سمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا على توطيد وتمتين العلاقات الدبلوماسية وتقوية النسيج الاجتماعي بين الجالية والدبلوماسية السعودية في الخارج. في جو عائلي احتفلت الدبلوماسية الخليجية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك ببعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.